مساء الخير يا فندم، ازي النور، حضرتك؟ تفضل. مساء النور. ارحب بحضرتك وبشكر الدكتوره على لقائها الجميل ومعلوماتها الغزيره دي. بشكرك جدا، اتفضل. معلش يا دكتوره، انا هقول لك على رقمين وارجو ما تزعليش مني. يعني الرقم الاول، انا سكري كان 700 وتراكمي 14. الارقام دي انا عارف انها مذيعه لحد حضرتك، فيعني رحت الدكتور واتعاملت وخدت ادويه و و و ابتدينا النهارده نوصل مثلا 90 110 103 114 حاجه بالمعنى ده. مشكلتي بقى في حضرتك او سؤالي على المؤسسه القدميه، باطن القدمين، عندي الم شديد جدا ومش عايز اقول التهاب او احمرار، مفيش يعني فتحات، مفيش جروح، مفيش ندوب، مفيش يعني قصدي مفيش جرح في القدم، ولكن باطن القدمين حضرتك محمر جدا والتهب جدا بشكل مش عارف اخد له ايه، يعني مش عارف الدواء المناسب ليه. انا ماشي على دواء مش عايز اقول اسمه طبعا عشان مش دعايه للادويه، ولكن ماشي على دواء منتظم عليه كويس جدا مفيش مشكله. انا بس شكوتي عارف دلوقتي في موضوع القدمين دي، هل عند حضرتك او الاجابه من غير يعني من غير ما ازعج حضرتك؟ انا اسف. اتفضلي يا فندم. بشكرك يا استاذ احمد. اولا انا عايز اعرف السكر ده هو بقاله قد ايه؟ استاذ احمد انت معانا؟ طيب احنا المفروض نعرف السكر بقاله قد ايه، من امتى، ونزل النزول ده قد ايه، لانه احيانا السكر قبل ما يجي السكر، قبل ما يقول لنا رقم، يعني اخر حاجه في السكر بتظهر لنا هو ارتفاع رقم السكر. احنا عارفين ان السكر ده مرض مضاعفات، مش مرض يعني سكر احنا بنعرفه بمضاعفاته. اخر حاجة بتظهر في السكر هي زيادة رقم السكر. فقد يكون اللي عند استاذ احمد ده التهاب في الاعصاب الطرفية، بس انا محتاجة اعرف وقت يعني امتى الاصابة كانت امتى. وقد يكون التهاب في الخلايا او الحاجات الالتهاب احنا اي حاجة بتحصل في قدم مريض السكر بنسميها قدم سكري. من اول النقطه البيضاء اللي بتحصل نتيجه ضغط مثلا، في حاجه زي كده يعني ما تخضش، يعني احنا مش عايزين نتخض من قدم سكري ونروح دماغنا في حاجات. هي اي حاجه بتحصل في قدم مريض عنده سكر بنسميها قدم سكري. فمفروض في اجهزه، لانها حصلت بسبب الاصابه بالسكر اكيد. لا، هي مش حصلت بسبب الاصابه بالسكر، هو السكر حط عليها عدسه مكبره، هي حاصله. بس السكر يعني لما تحصل عند حد ما عندوش سكر هتحصل بشكل والسكر حط عليها عدسه مكبره قوي، فوريها لنا اسرع وخدت مده اطول وبشكل اكبر كده يعني. فده قد يكون كده او كده، او حاجه تانية بقى ممكن تكون نقرس او زياده املاح، او فلازم تحاليل، نشوف التحاليل اخبارها ايه، وهو بقى يتابع نقرس ويعمل صوره دم علشان لو في اي التهاب وكده. في اجهزه يعني في اجهزه بنعرف بيها مدى اصابه او قد ايه اصابه الاعصاب الطرفيه، قد ايه مصابه من السكر يعني، وكل ده ان شاء الله له حل.